كويدات ديالي مساء النور ومساء الخير ومساء التيسير كي دايرين لاباس عليكم بخير تكون مزيان احوالكم مزيان نتمنى الكويدات ديالي تكونوا في ظروف جيده وفي احوال جيده وفي صحه جيده الله يرزقنا ويرزقكم الصحه والسلامه يا رب العرش العظيم كي كتقول لكم دائما ايمان الصحه هي تاج لما الا ما عندكم الصحه راه ما عندكم حتى حاجه واخا يكون عندكم اللي يكون راه ما كان الصحه ما كاين حاجه عرفتي الكوميدات ديالي جيت بعدا اولا نشكركم والله العظيم العظيم اختي الا كنشكركم من هذا القليب هذا كنشكركم بزاف بزاف على لي ديالكم الزويونه والكومونتير العسوله ديالكم من داخل المغرب وخارج المغرب والناس في الامارات في, ف... والله العظيم في جميع انحاء المغرب والعالم وكل شيء والله العظيم كل شيء تي تي شكرونا وكل شيء بقى كتبقى فيه نادة وكل وكلشي كيدعي على ندى الله يطلق صراحه يا رب العالمين أه جيت بدات تهضر في واحد الموضوع الموما اخوتي بعدا انا تنشكركم بزاف والكومونتار ديالكم زوينين كلها كندير لكم القلوبه كلكم كدير لكم ايمان حاسي كدير لكم القلوبه على أه على التعاطف ديالكم وعلى الهضره الزوينه ديالكم وعلى الكومونتار ديالكم الزوينين وكاينين شي بعدين شي بعدين بحال غنقول لكم انا عندي كومونتير 90% زوين و10% سلبي بحال شي أه وحدين في في الكومونتير أه ما عرفتش هذاك ولا هذيك قالت لي بغيتي طيري يا الشارفه الله يعطيك مصيبه وقالت لي بغيتك تبعي بنتك انا من هنا تنقول لك هذيك المصيبه اللي كتقولي لي الله يجعل ربي تعالى الدور تجي ان شاء الله الرحمن الرحيم ام صيطه معيطه الله يلقيها لك الله يعطيها لك تجي انت ان شاء الله ولا تجيلك لك انت علاش محيت انا ما بيني شو بينك وما كنعرفك ولا ما كت... دابا كنهضر على البنت او الدري ما كنعرفك ولا ما كتعرفيني وتتنوضي تدعي عليا وكتبتوا لي لي كومونتير بزاف فيه ديال لي جيم لي حريوده راه كاينين بعض كاين بهذيك الطريقه تيقول لك او راه حقه راه بغا يتزوجك واحد فلان حقه من من الأجنبي وحقه هذه وحقه هذه راه كبيده عندك حريوده ينصبوا عليك عندك يديو لك كي يقولك كيقول لك راه غنتزوجك وغنديك حقه لهنا وغنديك لهنا ولا هذه ولا هذه بقاو تييكذبوا لي مساكن عندك حريوده ينصبوا عليك وانا حبيبه ديالي جيت غير نقول لكم تنحماق عليكم وتنقول لكم شكرا على على النصيحه ديالكم ولكن ما تخافوش عليا كبيده ديالي انا ما غينصب عليا حد ما غنصب على حد هذيك السيده انا كما قلت لكم هي من لي فان ديالي ما كتعرفنيش تلاقيتها في القهوه في واد باس عطيتها النمره ديالي من بعد تواصلات معايا من بعد جات عندي وقالت لي الموضوع من بعد رديت عليها صافي ونبينا عليه السلام ومازال كتكوني معايا غير كتهضر معايا وصافي قلتلك لك انا اصلا ما بغاش نتزوج حاليا انا ما بغاش نتزوج ولو تنبغي نتزوج ما غنتزوجش انا شي واحد اجنبي ياك دون الموضوع ديال الزواج ماشي وقته هادشي اللي قلت انايا محين شي بعدين بقاو كيحرفو تيقولوا اه ودا واش منيتك بنتك في الحبس وانتي باغا تزوجي اختي واش انت منيتك واسمعي هالفيديو الفيديو مزيان مني نايدا كتنقزي بلا كارسون واسمعي غير غير الفيديو مزيان بعدا انا قلت لكم راه بغا واحد السيد يتزوجني ولكن ماشي وقته وانا اصلا ما باغاش نتزوج هاد الساعه ما في بالي لا جواز لا سيدي زكري ومني بغا نبغي نتزوج غناخذو مغربي واش فهمتي وسيري تشلي الدار باك التوقيع انت اللي خدامه تقولي لي ا آه بنتك في الحبس وانت باغا تجوجي بنتك انا ها تندير دابا ها الدفوع آه والهياته والغيطه وهادي وسير سير دير في جهه دارك المهم الكبيدات ديالي هادو انا جيت هنا نشكركم لي فان ديولي اللي كتحماقوا عليا من المغرب وخارج المغرب وكلشي قلتوا يا حلو دار ردي البال راه الاكثر ديال الناس كيديروا بحال هكا كيديروا بهم عمليه النصب تيقولوا حقه راه بغينا شي وحده غتكون مشهوره وهذه وهذه ويديروا بها ينصبوا عليها زعما وانا بغيت نقول لكم ديالي ما غير تهناو انا ما غينصب عليا حد وانا ما غنصب على حد ونبينا عليه السلام انا غي كان الحوار تناقش تناقشتو مع السيده داكشي كنت جالسه قلت ارا نشاركوا مع لي فان ديالي اللي كتبع معايا مسكينه الهم وكتبع معايا الاحزان من نهار تشدت نادا وهما باقيين معايا وهما كيتعاطفوا معنا وهما كيسولوا معايا في كيسولوني في الخاص وداكشي تنقول الله يجازيكم بخير والله يكبر بكم بقاو تيقولوا البارح والبارح البارح رانا دات رانا دا الحكم تحكمات 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 رانا دا ما كاين لا حكم لا والو غير نساونا دا من بالكم الله يسهل عليكم ما كاين حتى حاجه هاد الساعه ما كاين والو ساعه اخرى كيحن مولانا الكريم دابا كما قلت هذا الفيديو كبيده الثاني اللي اللي ديال اللي تحط البارح ديال الجلابه الزرقاء هذا راه تصور سيمانه راه ما بين لا فيديو لا فيديو 8 ايام عاد باش تحط الاخر اه محيط راه كيما قلت لكم دابا دا السيده اللي مكلفه بيا انا في القناه ما كتحطش الفيديوهات بزاف نظرا للظروف على ندا وانا ما كنصورش بزاف راه شفتوا اخوتي متابعيني لي فان كان راه كنصور فيديو تنجلس 8 مع 10 ايام عاد كنصور فيديو يعني انا كون باغا البوز او باغا شي حاجه راه كل نهار نحط فيديو كل نهار نحط فيديو ولكن احبيبات ديالي انا مع المشاكل المشاكل والصداع ومع ما مسالياش وبزاف ديال المطارق سيدروا في الراس راه كنحط لكم فيديو في 10 ايام ودخلوا تشوفوا بين فيديو فيديو كبيده شحال كتكون غير هي انا كنكون كنصور كن قبل أه كنحطو عاد باش كتحطو السيده واش فهمتي عاد باش كتحطو ودابا كبيدات أه بغيت غير نتشاور معكم وبغيت غير نتناقش انا وياكم صراحه الله دخلت في تيك توك وفي اليوتيوب وكنشوف دابا عرفتي شنو اللي وليت كنشوف في طوندونس دابا اللي كنشوفو في طوندونس شنو هو استغفر الله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم البوز ولا في هذا الوقت البنت مع امها هذا هو البوز وهذا هو التوندونس للاسف انا كنتاسف ليه اقسم لك يمين انا خوتي الا انا كنتاسف لهاد التشجيع ديال هاد المشاهدات هذا اللي ولا البوز هو البنت طعن فمها والام البنت امها ديال فاس خرجوا لنا ثاني البنت امها البنت كتعطي لامها وعاوتاني امها كتعطي للبنت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم انا بعدا نشهد على نفسي اقسم بجلال الرحمن ما عمر ويشهد عليا اليوتيوب ويشهد عليا تاريخ اليوتيوب ما عمر نوصل انا وبنتي لهذيك الدرجه ولو نوصل ولو نصورو ماشي غير الملايين راه ما نعرفش اش نصورو في هذ الادزمس ما تسمحش ليا نفسي باش بنتي تنوض تنكدو ليا وبنتي تنوض تعيرني غير من الصمطه لتحت وبنتي تنوض تقول لي يا الشارفه يا الهارفه يا الشفاره يا النصابه يا هادي هادي ونوض انا نقول لبنتي هي وراجلها آه النصابين نصابين يا الفاعلين يا التاركين يا هادي يا هادي يا هادي علاش مع الاسف الشديد انا تنقولها لكم مع الاسف الشديد باش اليوتيوب والمشاهدات طلع البنت خاص البنت دابز مع امها راه انا هادشي والله لا العظيم راه كارثه هادشي بالنسبه لي انا راه ما كاين لا بوز لا طوندونس لا ديزكري هادي كاينه النعله ديال الله كتنزل الام كتعطي للبنت غير من الصمطه لتحت والام تعطي للبنت ديالها غير من الصمطه لتحت ودابا نظركم هذا هو الشرع وهذا هو الدين اللي وصى عليه الله سبحانه وتعالى اللي تيقول لك امك ثم امك ثم امك ثم امك عاد ابوك اللي غنوض انايا ونحط الكاميرا قبالتي وبنتي تبدا تطعن فيا بنتي تقول لي يا الفعليه الهجاله الهجاليه راكم عارفين اكسيتيرا راكم عارفين الخص حيت انا كيتفرجوا فيا ناس محترمين وناس بوالديهم وناس شخصيات وناس في, في مركز كبير كيتفرجوا الوالدين ديالهم والعيالة ديالهم كيتفرجوا فيا ما يمكنش نقول كلام ما زوينش والله العظيم ولكن اخوتي راه والله العظيم انا طلعتني السهدة ما بغيتش انا هاد المحتوى ما عجبنيش صافي اللي بغى يدير البوز ولا اللي بغى يطلع طوندونس ولا استزمر اه الادزنس آه يبقى يتعاير البنت مع امه كارثه هادي والله العظيم الا كارثه انا بعدا انا ما قبلتش وما حملتش هذا للدرجه المليار في الميه انا بعدا يشهد عليا اليوتيوب وتشهد عليا اليوتيوب كما كنقول لكم ما عمر نجرح انا وبنتي نوضو في اليوتيوب ودا المشكل شنو هو هو كيتفقوا راه كاع اليوتيوبر اللي كيكونوا معروفين وكيكونوا عارفين اليوتيوب وعارفين الادزنس وعارفين سميت هذيك ليفي المشاهده طالعه وعارفين طوندونس قسما بالله الا كيكون اتفاق كلشي كيكون تفق وانا اعوذ بالله ما قلت انا معمر معمرين اتفق انا وبنتي باش تنوض تعرق ليا لي بنتي في التليفون او نوض نعرق ليا في التليفون ملي غتنوض بنتي تعرق ليا في التليفون تيش من كرامه بقات عندي واش من قيمه واش من شخصيه وش من ملي البنت غتنوض تقول لي يا الفاعله يا الهجاله يا التاركه يا يا طن 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 وانا نوض نطعن في بنتي ونطعن في نسيبي اش من من قيمه غتبقى عندي واش من احترام اصلا غتولي تحترمني بنتي الا وصلت انا وياها لهالدرجه الدرجه بان غتابق معايا ياك وغنتفقوا وغنوضو كان كنودنو في في اليوتيوب خايبة هكاك خايبة ورا راك كتعطيو صورة خايبة للبنت مع أمها غالب غير اللي بغات دير اليوتيوب تنوض أجي أمي نتعاير أنا وياك أجي أمي نعايرك غير من المحزم اللي التحت باش نطلعو والصراحة الله راه الصراحة راه الشي اللي كيشجع على هاد الشي قسما بالله العظيم راه اللي كيشجع على هاد الشي كبيدات راه هما نتوما معينت علاش غنقول لكم علاش اخوتي حيت كتفرجوا وكتطلع المشاهده كنشو... كيشوفوا المشاهده طالعه كيوليو ثاني عاودوا فيديو اخر نتوما كتسناو الجديد مع العلم راه جديد خاوي يكون بوز مدابزه يكون بوز احو بردات كبيدات تزوج بنادم يتزوج راه كلشي كيبغي يتزوج ما كيقسمش الله كيتفارقوا عادي جدا كت اه كتحك عليا كتعطيني كنعطيك عادي جدا كتعيرني كنعيرك راه المسار من في الكرش وتيتغيرو، عادي آه... نطلقوا ما تفاهمناش راه طلقنا راه عادي ولكن الكبيده تا وش واش الله سبحانه وتعالى تيقول الجنه تحت اقدام الامهات ونوضو حنا نصورو فيديو اللي كيدار المشاهده كثيره وشنا هي البنت كتطعن ما او الام كطعن في بنتها انا قسما برب الجالى اللي كيزرع كي فينا الروح كاملين ما عمر لي نفسي نادى بنتي تنوض تعطيني في اليوتيوب او تعاير معايا وتقول لي يا الهجله ويا الفعله ويا قسما برب العرش العظيم ولو نصور مئة مليون ما تسمحش ليا نفسي بنتي تطعني في ذاك هذاك الشيء كامل علاش فلوس كتفوت كل شيء كيفوت اش كيبقاو كيبقاو غير الفيديوهات اه سيري راه بنتك وتبقى غير خارجه في الزنقه صاحبتي اه سيري راه بنتك كون فيك الخير كاع ما تقول فيك بنتك ديك الهضره والبنت ثاني تكون خارجه اه سيري مسخو ما كون فيك الخير كاع ما امك ما دير معاك هذيك الحاله يعني راه اكبر شوها واكبر بوز هو هذاك البوز الخاوي وما عندو حتى حاله والمهمه الكبيدات ديالي انا سمحوا لي طرقت الموضوع هذا حيت انا ما بغيتوش ما عجبنيش بنادم يدير البوز فاش ما بغا يتفق فاش ما بغا ياك يديروا البوز فاش ما بغاو يتفقوا فاش ما بغاو الا الام والبنت الله سبحانه وتعالى وصى الام والام تنط طن في الشرف ديال بنتها وبنتها طعن في ما راه حشومه ودير البوز كيف ما بغينا الا الام مع البنت ديالها انا ضد هادشي الشيء واللي متفق معايا خوتي يدير لي في الكومنتر شوفوا شنو غديروا لي اللي بغيتو متفقين مع معادل... هاد اللي قلت انا بان الله سبحانه وتعالى كيوسع الام ما خاصناش متخ... نديرو خطوط حمراء في في الام واخا يكون اللي بغا يكون يكون بوز ولا يكون ادزمس آه يقول لي اه ولا لا واش انا عندي الحق ولا ما عنديش الحق وتحياتي لكم وتنحمق عليكم وتنقول لكم شكرا لكم بزاف 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 وشكرا على التعليق الزوينه ديالكم وتنحمق عليكم وايمان حسي كتعطيكم هاد لي فان الفان, الفان ديالي اللي كيموتوا عليا وكيحمقوا عليا هما لما كنعطيهم هاد البوسات اما شي بعض المساميم ومسمومات وما تيحملوش ايمان ونادى حسي حتى هما نعطيهم بوسه في سبيل الله باش يبردوا <applause> يلا اختي تحياتي لكم وتنحمق عليكم شكرا